يقول لك عندي الاصحاب قد شعر الراس وقت الشده نجي نضرب عليهم نلقى روحي فرتاس. صحيح المثل هذا ولا بصراحه صحيح وماهوش صحيح؟ فما اصحاب بالحق وفما اصحاب بصحاب مصالح. عندي اصحابي كي وعندي اصحابي كي. انا راي صحب عائلته واخواته راجله الناس اللي سينو سامبل امي وكها، وهذا صديق والدي وانا نحبه على خاطر والدي يحبه وكها. كاين منه المثل هذا مي بور لو مومون انا ما عندي صحاب قانوني، عندي صاحبي واحد وماشي مخالطه، ما نخالطوش العباد. ما تخالطش العباد سي نورمال ولا تخالط. الحمد لله كي تكون لاباس بيك وتكون عايش انتيك والحمد لله ما تحوش تخالط بزاف عباد، بس كل عباد بزاف توجور يجيبوا لك خساره. لا فما الاصحاب الباهين وفما الاصحاب اللي ما يتعاشروش بالطبيعه. نقول لك حاجه 90% من التوانسه تو ما يتعاشروش. اصحاب ما يتعاشروش. صاحبي مش صحيح جمله المثل هذا، فما الشر بشتر. فما الاصحاب مش نقول لك ليه، فما الاصحاب صحيح وفما الاصحاب الغدار. اصحاب مصالح فما برشا، اصحاب مصالح ويقعدوا معاك ويفطر معاك ياكل معاك ماء وملح ويعملوا معاك الكل وتصير عفسه صاحبي ديريكت يعطيك. فما اصحاب معناها معاك تلقاه في الشده في كل وقت معاك، وفي الفرحه زاد لازم يكون هو قبلهم عرفتها. وفما ما تلقاهوش هذاك في وقت فرحتك زاد ما فماش ما نلقاهوش. انت ولا اصحاب كي تحط روحك في موضع باهي ومع ناس باهي ممكن معناها تلقى اصحاب باهين فهمتني، وتلقى ناس معناها باهيه وناس تراب العشره وناس تراب الماء والملح فهمتني. كنت تلقى معناها اصحاب معناها كل نهار ونهار، اليوم صاحبك غدو يعديك غدو ما يعرفكش معناها بها وعليها الحكايه هذه. والله صحيح. وين الاصحاب؟ مشيت الاصحاب وين؟ ما شاء الله انا مانيش صغير عمري 71 سنه ما شاء الله. معناتها كلام عن خبره هذا عن تجربه. لا هذا كلام واقع. والله تنجم تكون صحيحه وتنجم تكون غلطه صاحبي، سادي بوينتي كيفاش تختار اصحابك معناها. فما مواقف توريك الاصحاب وفما مواقف توريك ما فماش اصحاب. انت وقت تخسرت تحت بيك الدنيا شكون لقيت بجنبك وجاوبني بكل صراحه؟ خويا دارنا صاحبي بالباب هذاك كعبيت ولاد حومتي هاي برشا وقفوا معاي خاطرني انا زاد مريقل مع العبيد. انا وقت واش نعمل امتحان صغير تو اجبد تليفونك واطلب واحد من اصحابك وقول له مستحق فلوس خنشوفوا شنو شكون رد الفعل نتاعو. يا بحذايا باش نكلموا هاو الوحيد هذايا صح هذايا صاحبي وهذايا غيثوا بالبيبة زوج صحابي راكو جونا به يا انساه هذا جاتك 20000 وراه قدام كاميرا لحظه جاتك ونوعدكم باش ينساه. وي باش تحط صحيح في الديكور وهذايا زاد من عند هذاك زاد ويرحم ولدي اصحابي. لقيت كان روحي ولقيت ميمتي ربي يفضلين كاو الحمد لله. نحكيو شويه على ياكل معك بيه وملح ويغدرك على صاحب الغدار الخوان. ما عنده ما يعمل بطبيعتي، مشكلتي الوحيده في الدنيا هذه كان مخي يعني. نبعثه معناها بعد دقيقتين يعمل موضوع نبعثه ما عندي معاه حتى مشكل. احنا تو انا وياكش نعملوا تجربه صغيره برشا تو قدام الكاميرا تجبد تليفونك كومبوزي نمرو من واحد صحابك العزيز عليك اطلبه قل له راني تو صارني موضوع خايب ومستحق فلوس خلينا نشوفوا تو شكون رد الفعل نتاعه. ورس خويا ما يعطيك حتى نجربوا ليه مستحيل ما غير ما نجرب باش عرفتها باش نطع ورا عوره ما فهميهاش معناها خليه يكتشف حقيقه. هذه نعرف حقيقته قبل ما كان هو صاحبي معايا وجو بيه باش تعرفوا صاحب الصحيح في كي تتخسر كي تيح بيك كي تصير لك مشكله كذا نتاع برشا حكايات جوست عيط له وتقول له محتاجك يقول لك جو سويلا راني هنا ما يردكش جوز بالك انت تعيط له عندك ابل وحده برك راك مزير راك مخصوص تعيط ابل وحده برك البنادم اللي تحقه اكزاكت قال فلان قال محمد يا ودي واش خصنا واش خصنا تقدر ما تقدرش وقت الضيق بالطبيعه وقت الضيق تعرف الصديق صحيح هذه ولا بيان سور صحيح هاي. انت وقت اللي تحت بيك شكون لقيت؟ الحمد لله ما تحتش بيا ولا اللي خصصني الحد الحمد لله. في وقت الشد وقت اللي تيح بيك صاحبي يهز التليفون الو يا فلان راهي تحت بي اول واحد تلقاه بحذاك هذاك راهو صاحبي. انت وقت اللي تحت بيك شكون لقيت بجنبك؟ انا لقيت بجنبي امي صاحبي. هاي الوالده لقيتها ربي يفضلها لك، الاصحاب وينهم؟ الاصحاب ما نكلمهمش انا ما نخليش روحي نكلمهم عرفت؟ معناتها اصحاب جوست مصالح وكاو نتاع كل يوم وكاو
ليه ولا يكلموني راني صاحبي معاهم، اقسم بالله انا ما نكلمهمش صحاب، ما نوصلش روحي باش خليه هو يقف ولا ما يقفش، عرفتها صاحب صحيح. تعرفوا وقت اللي معناها أبار أن تيح بيك الدنيا كي تلقي روحك وحدك، معناها صاحبك يتصل بيك وما يرجعكش، ما يرجعكش على يحاول معاك لكن ما يرجعكش، أما اللي يرجعك هو ماهوش صاحب، اللي يحاول معاك ممكن صاحب، أما اللي يرجعك ماهوش صاحب، فهمتها بالرسمي معناها. كلنا في الدنيا هذه معرضين باش تيح بينا الدنيا، وكل واحد شكون يرقى معاه وشكون يقف معاه، أنت وقت اللي تحت بيك الدنيا شكون وقف معاك؟ تحت صراحة الدنيا وقفت مع نفسي، وقفت مع روحي، لقيت كان روحي. تحت بيه الدنيا بالرسمي وقت اللي الدنيا شد وكل شيء، اما الاصحاب اللي عندي اصحابي مش مقدوره من يعاونوا، ما نحترم رايهم معناها، وقفت مع نفسي بنفسي. يلزمك تعالج روحك بروحك، مش بالضروره ما يكون صاحبك انا هو في حاله معناها نيفو كذا كذا، انت تجي مثلا تطلب منه حاجه اكبر يلا قدر جرمه هو يعاونك، فهمتني؟ والاصحاب معناها بهم وعليهم، فهمتني؟ اللي قادر باش يعاونك القادر مش باش يعاونك، تعرفوا اللي هو ماهوش صاحبك، تعرفوا يعاونك ما يعاونكش. مصحاب فهم اصحاب راه كل اصحاب مصالح مصالح. يقول لك في وقت الظلمه تعرف نجومك، انت وقت اللي طاحت بيك الدنيا شكون رقيت؟ لقيت كان ربي سبحانه وتعالى. انا الوالد توفى والوالده توفيت، اخواتي الخمسه توفوا، ما لقيت حتى واحد. صاحب الخوان الغدار ياكل معك ماء وملح ويغدر. اي تعدي معايا في حياتي، قلت عن تجربه حسيت. اي خدموا معايا وغدروني. خايبه الغدر. اي خايبه بالطبيعه. اي انسان تعطيه فيه ثقه وتعطيه مسؤوليه وتعطيه ومن بعد يغدر، خايبه بيان سور. تجربتي الوحيده في الخدمه اللي ما عملوها معايا بالخايب، الله يسامحهم، انا ما نسامحهمش الله يسامحهم. ديما الغدار ما يكونش انسان براني، ديما يكون انسان قريب عليك ويعرف عليك كل شيء. اللي يعرفك بيان سور. اي اللي يعرفك يعرف عليك كل شيء، هذاك اللي يغدرك. الغدار عمره ما يكون انسان براني، الغدار ديما يكون انسان قريب منك ويأكل معك ماء وملح، معناتها تعرف عليه كل شيء. كي يجي يقعد بحذاك انت ما تقعدش بحذاه جنب، ولا تحب حتى تقعد بحذاه، تقرا حسابك معاه شنو باش يعمل، فهمت؟ كي يحب هو يغدر غدار، انت تغدر صح. تغدرت تغدرت برش وغدرت برش، والدنيا كيك العباد تغدر برش وتتغدر برش. وين قبل كانوا يقول لك بري يعطيك صديق وقت الضيق، وينو كصديق هذاك؟ لا ما عادش مش موجود. انا خويا ما نلقاش فيه الخير. خوك؟ خويا اي خويا ود بابا وامي. هاي هو عمر 53 سنه وانا عندي 71 سنه، ما تلقاش فيه الكبير. انا الكبير، الكبير ربي سبحانه وتعالى. خير في امتي الى يوم الدين. ما تتشامش خويا، تتفائل تلقى الاصحاب، ما تتفائلش اما الواحد يرد بال على روحه بابليس هكا.